السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. كالعادة يا سادة تقتلتنا اليوم نصالت عدم طيب شميل وكيل سيارات تيوتا بالمملكة، نستعرض مع بعض واحدة سيارة وصف سيارات تيوتا بالمملكة كوريلا كروس من 2021. نتكلم عن فيديو بطل كامل لبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن مواصفاتها بشكل سريع. نتعارف عن كلمة تيوتا كوريلا، هو نتعارف عن عبارة كوريلا بشكل عام، إنها سيارة عملية وجات الحين سيارة كروس تعتبر من فئات كروس أوفر. مواصفاتها كثيرة ومميزاتها جميلة، جاءت بفئة واحدة اللي هي أو بمحرك هجين بمعنى أصح، ولها عدة فئات تقريبا ثلاث فئات. تقييمنا لليوم لفيتا الفول كامل، بالنسبة لفيتا الفول كامل في الواجهة الأمامية طبعا إضاءاتها جاية عادية بالنسبة للعالم والواقع. التصميم في الواجهة الأمامية تصميم رياضي جميل، الشبكة الأمامي جاية باللون الأسود بشكل كامل متوسط شعار تيوتا باللون الأزرق دلالة أن السيارة بجد هجينة. كشاف ضباب بالأسفل، فتحات للتهوية، بالإضافة له البلاستيك الصلب حماية للجزء السفلي للسيارة، بالإضافة طبعا للبلاستيك الصلب على السيارة بشكل كامل. الجزء الجانبي المرايات مدمجة بالأبواب تعطيك انسيابية أكثر، بالإضافة لأنها تقلل من الضجيج وتقلل من أصوات داخل المقصورة. لا ننسى فيها خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالعامية بالبصمة موجودة، وهذه المرايات أكيد فيها إشارات إنعطاف، مثل ما ذكرنا إنها مدمجة في الأبواب وجاية الجزء السفلي منها باللون الأسود. عوارض بالسقف باللون الأسود وفتح السقف عادية ما هي بانورامية. ما شاء الله عليها كسيارة من ناحية الحجم، طبعا حجمها يعتبر مناسب، تقريبا هي الأكبر من CHR اللي تعتبر هي الأصغر كروس أوفر في سطو سيارات تويوتا بشكل عام. تليها أكيد هذا الجزء الخلفي، حساسات خلفية أكيد عليها. على ذكر الحساسات طبعا بدون كاميرا خلفية لكن فيها جناح خلفي. المساحات الخلفية لو إنها كانت بالجزء العلوي كانت أفضل، وهذه الزعنفة اللي موجودة بالخلف أكيد. على أنوار الجزء العلوي منها جاي باللون الأسود، أما بالنسبة للجزء هذا جاي باللون الأحمر، طبعا ما هو أحمر مائل للسواد، أحمر بشكل كامل. منها مثل ما ذكرنا عدة فئات وعدة مواصفات. كوريلا كروس طبعا شعار عبارة هايبر دلالة أن السيارة هجين، محرك كهربائي وبنزين بنفس الوقت، تعطيك استهلاك أفضل. على ذكر الاستهلاك كل لتر بنزين يمشينا كم؟ 23.7 كيلو. التقييم ممتاز بلاس بنزين، طبعا ما ينكتب نوع البنزين لكن بشكل عام تقريبا 91 دفع امامي 2021 لجير سي في تي محرك 1800 على ذكر المحرك، طبعا نفس المحرك على كوريلا العادية فيتا الهجين، طبعا محرك 4 اسطوانات. هذا بشكل عام بالنسبة لمواصفاتها الخارجية. ننتقل بعد كذا ونشوف مواصفاتها الداخلية ونتكلم عنها بشكل سريع. طبعا نسينا نقرب من الجنب ونشوف تفاصيله. هذا الجنب مقاس 17 انش، طبعا اكتبوا لنا بخانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بشكل كامل. كل السيارات اللي موجودة هنا شوفوا ايش النوع اللي تبغون نستعرضها، ان كانت تويوتا كامري فيتا الجراند في 6 او 4 اسطوانات الهايبر او اللومير كلها راح نستعرضها لكم، لكن اكتبوا لنا بخانة التعليقات. ستارة خلفية طبعا حماية من اشعة الشمس ما شاء الله، هذا الستارة من وظائفها يعني، بالإضافة لأنها تعطيك بعض الخصوصية. هذه الفرشات أدواتها من الوكالة على ذكر أدواتها من الوكالة، وهذه مساحة تخزين ما شاء الله فيها مساحة تخزين تعتبر مناسبة. هذا الجنب وهذه أدوات الرفع فيها بشكل كامل.
الخلفي. طبعا تعتبر المساحة جدا مساحتها جدا مناسبة، مساحتها بكل أريحية جدا مناسبة. فتح التكييف بالخلف عليها، فتح السقف. طبعا ما شاء الله أول مرة قاعد في السيارة بهذه الأريحية. تكاية بالوسط، حاملات أكواب هنا، مسح التخزين، مقابض الكروم. طبعا ما شاء الله عليها السيارة كمواصفات، فيها مواصفات جميلة. هنا خاصة الدخول الذكي، طبعا فقط على الأبواب الأمامية اللي هو للسائق والراكب. مساحة التخزين بالأسفل، النوافذ الكهربائية، القفل المركزي، التحكم بالمرايات الجانبية، وهنا مقابض الكروم. العملية اللي بتصير بشكل عام، طبعا ما شاء الله هذه الشاشة. على ذكر الشاشة، طبعا أول تغطية لي لكوريلا كروس، قبل كذا ما غطيتها، لكن اليوم الحمد لله سمحت الفرصة إني أغطيها بشكل سريع. فتحت الكروس يعني على الغراب وتنبيه فيها تراكشن درايف مود، طبعا بشكل عام درايف مود وضعية القيادة يعني الإيكو. الكاميرا الثانية. بشكل عام هذه منظور تويوتا كوريلا للكونسول الوسطي، فيها منفذ USB، مساحة تخزين بالأسفل، الجير CVT مثل ما ذكرنا، حاملات الأكواب الاثنين، الدرج طبعا جاي بشكل صغير لكن في منفذ 12 فولت، هذا الدرج. ارباقات اكيد فيها امامية وجانبية، شماسات فيها مرايات، السائق والراكب. طبعا هذه الاضاءات الداخلية هيلوجين، ما هي LED. انجن الدركسون، طبعا ما شاء الله الدركسون فيها تحكم بشكل كامل. الدركسون طبعا مكسوب الجلد، فيها تحكم بالميديا والصوت والرد على المكالمات، بالإضافة لمثبت السرعة وتغيير الميديا. أما بالنسبة للشاشة جاية ما شاء الله تقريبا 10 إنش، فيها نظام الترفيه، والبلوتوث، والواي فاي. ما شاء الله فيها خصائص كثيرة، طبعا ما شاء الله شاشتهم فيها خصائص، عدة خصائص، حتى الاتصال بالجهاز أو الواي فاي، تشغيلها بصمة. هذا الجزء طبعا خاص بالمكيف. أما بالنسبة للطبلونة، الطبلونة عائلي اللي في كل السيارات الهجين، إن كانت على سيارات تويوتا أو باقي الشركات الثانية، فنفس الطبلون، فيها عدد السرعة ومستوى البطارية، بالإضافة لشاشة صغيرة تعطيك مستوى الوقود وعداد الرحلات. أتمنى التغطية نالت إعجابكم في البداية مثل ما ذكرنا في النهاية. أتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك والضغط على زر اللايك، وأعطونا آراءكم وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. هذا الجزء طبعا كله بلاستيك جلد، عند البريك يدوي، البريك يدوي او بالدعس انت الكرام. الدركسون
البدوي. طبعا سعره تقريبا معدل السعر فيها حول 100,000 ريال بالنسبة لفتر فول كامل، تبدأ أسعارها تقريبا من حول 80,000 انتهاء ب 100,000 لفتر فول كامل، تقريبا 85 أو 84. راح أترك لكم أسعارها بقناة الوصف، اللي حاب يعرف تفاصيل السعر بالتحديد راح أترك لكم في قناة الوصف. في أمان الله.